اكشن. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع الافلام. اكتر حاجه كنت متحمس لها السنه دي من نتفليكس، سواء من مسلسلات او سواء اي حاجه، بقعد اعد بالساعات على بلاك ميرور ولا كازا دي بابيل سيزون 3. بلاك ميرور بقى نزل وعيدنا في اول يوم العيد، اتفرجت على الثلاث حلقات قررتهم ورا بعض، ما قدرتش استحمل الصرف. في الحلقه دي هنتكلم عن بلاك ميرور سيزون 5 اللي متكون من ثلاث حلقات، كل حلقه منفصله بدون حلقه. لو ما كنتش شفت بلاك ميرور قبل كده فانا هسيب لك لينك الحلقه بتاعت بلاك ميرور تحت، اتفرج عليها. بعرفك مجمل كده بلاك ميرور كده في الانجاز بدون حرق برضه. فلو ما شفت السيزون 5 او شفته، اعمل لايك وشير وكومنت وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نخش في الحلقه. Everywhere you look, people are hooked on the things! نتكلم عن اول حلقه في السيزون ده، سترايكينج فايبرز، لعشاق الجيمينج او الفي ار، بس الفي ار بقى عندهم اتفرج بقى. الحلقه دي بنتكلم على قد ايه ممكن الجيم يتطور ويسحل الناس وان هم يبعدوا عن العالم الواقعي وخطورته بقى، وان الموضوع ممكن يوصل لايه. بس طبعا بلاك ميرور يعمل لك طبعا حاجات غير متوقعه تماما. البلاي ستيشن بقى مش 5 ولا 6 بقى ولا 7، بلاي ستيشن 22. الفي ار بقى مش نظاره كده، لا، الفي ار حاجه هنا كده، وتفرج بقى يا معلم على العالم. هتتفرج هتبقى اللي هو ايه ده. نعرف من قصه الفيلم ان هما اتنين اصدقاء بعد ما تمر السنين والليالي يتقابلوا تاني في عيد ميلاده، يديله هديه، اللعبه اللي اسمها سترايكينج فايبرز اللي كانوا بيلعبوها زمان، بس التطور الطبيعي بتاعها. ونشوف بقى هما الاتنين لما يتسحلوا ويعملوا مالتي بلاير ايه اللي هيحصل. حلقه جميله الصراحه وممتعه، وحاجه محمسه جدا انك انت لما ترجع بقى وتتفرج على بلاك ميرور. بقالهم سنتين مثلا ما نزلوش حاجه كسيزونز مش كفيلم، ونستبعد باندر سناتش من الموضوع ده. تخرج من الحلقه دي ايه؟ طبعا حاجه غريبه، يعني قصه فيها حاجه غريبه. افتكر كلامي بقى يا معلم لما تتفرج عليها، اللي هو انت ايه؟ انا مش عارفني، انا في ايه؟ ايه الدنيا؟ طيب انا هل انا انبهر ولا ارجع من اللي انا بشوفه ده، ولا ده صح ولا ده غلط ولا ده خيال؟ ولا اتفرج بقى يا معلم وقول لي. طبعا اللي يختلف في السيزون ده ان هم جايبين لاول مره ممثلين تقال في الثلاث حلقات، او ممثلين وجوه معروفه زي انثوني ميكي مثلا اللي قايم بدور البطوله في الحلقه دي، قايم بدور فالكن في افنجرز، قايم بدور حلو جدا واداؤه كان طبيعي وحلو، وصاحبه يحيى عبد المتين، ايوه اسمه يحيى عبد المتين، وخطف الناس جدا في فيلم اس لو حد شافه. فاوفرول كده اول حلقه هتنبسط وهتحسها حاجه بيزار كده، حاجه يعني ايه ده. نيجي عند الحلقه الثانيه، سميزرينز، او بمعنى اصح العنوان بتاعها ممكن يتقال قلبي معاك يا ابني والله عم، بس خلاص كده، اللي هو بالله واشرب ميه يا حبيبي. ودي تحسها كده حاجه بلاك ميرور اصيله، لانها تحس باللهجه واللكنه البريتش ما بين كل كروز اللي في المسلسل. فحاجه كده تحسها كده من ريحه بلاك ميرور سيزون 1 مثلا او سيزون 2. في الحلقه دي بالذات بيكلمك بقى مش عن المستقبل اللي احنا متعودين منه على بلاك ميرور، اللي هو خلال 5-6 سنين مثلا، لا، دي دلوقتي اساسا. يعني احنا بنتكلم عن الاحداث دي حاليا، عن الفيسبوك والسوشيال ميديا. بقى الموضوع واصل ان فعلا الواحد ما بقاش عنده دم. قصة الحلقة دي بنتكلم عن واحد نازل من الشركة اللي هي سميزرينز، ركب اوبر، السواق بتاع اوبر بيسأله يا ابني انت شغال في الشركة دي؟ قال له اه. قال له بس انا همسكك وهددك بالقتل لحد ما تخلي السي او بتاع الشركة يكلمه، وبس مش هحرق لك اكتر من كده لان الموضوع برضو باين في التريلر. فهل يا ترى السي اي او بتاع الشركه الكبيره دي هيكلم الراجل ولا لا؟ هل يا ترى هنشوف اثاره في الموضوع ولا لا؟ طبعا هقول لك في اثاره وفي جمال وفي كل حاجه في الحلقه دي بالذات، وفي اداء تمثيلي بارع برضه. يعني من الاخر بيوريك قد ايه الناس بقت تتصفح بس كده، زي مثلا الحوادث اللي بقت تحصل مثلا دلوقتي على الدائري او المحور، تلاقي حادثه قد كده والناس بتموت والناس كلها حوالين الحادثه قاعدين يصوروا بالكاميرا ولا فارق معاهم اي حاجه. وطبعا في امثله كتير، طبعا الناس
بتساعد، بس ده بقى المعظم دلوقتي. الناس متجهة ان هم يسيروا بلبلة او ينشروا او يشيروا بوست اهم من حياة البني ادم. اداء الممثلين في الحلقة دي زي ما انا قلت حلو جدا. اندرو سكوت قايم بدور عالمي، اندرو سكوت قايم بدور خرافي اساسا في مسلسل شيرلوك، واللي شاف المسلسل ده مش هينسى دوره وادائه. في الحلقة دي بين قدرات تمثيلية هايلة عنده. توفر جريس موجود برضو في الحلقة. اللي معرفش توفر جريس هو اكتر حاجة يعتبر بتفكرك بيه فيلم سبايدر مان 3، كان قايم بدور فينوم ايام سبايدر مان توبي ماجواير. نيجي عند الحلقة الثالثة بتاعت سيزن 5، وهي بالنسبة لي الكارثة، كارثة بلاك ميرور. اسمها ريتشل جاك اند اشلي 2، بطولة مايلي سايرس. ولو تفتكروا في الحلقة اللي فاتت انا قلت انا خوفي من مايلي سايرس، وفعلا خوفي طلع عند محل. حلقة تحسها حلقة مش من بلاك ميرور، حلقة من هانا مونتانا. ايه ده؟ ليه كده؟ لأول مرة اذا كنت اتذكر نهاية سعيدة في بلاك ميرور. مش متضايق ان هي نهاية سعيدة، لا، المشكلة اللي هو انتوا ازاي كبلاك ميرور جه في دماغكم الفكرة دي. يعني هي فكرة غريبة طبعا كباقي المسلسلات والكلام ده، بس كمسلسل ده انا عمري ما كنت متوقع منك انك انت تعمل لي حلقة كوميرشل او تشيزي قوي كده. ممكن يبقى مسلسل كان يبقى اسمه بينكي ميرور، كانت هتبقى لايقه عليه. حلقه هتتفرج عليها كده كده. اللي يضايقك برضو ان مؤلف الحلقه دي هو تشارلي بروكر، الكرييتر بتاع بلاك ميرور كله، وهو برضو اللي كتب الثلاث حلقات بتوع السيزن ده. بس الغريبه ان هي تطلع من تشارلي بروكر نفسه، حتى انت بقيت كوميرشال يعني. فمن الاخر انا بالنسبه لي بالترتيب كده، ايه اقوى حلقات في السيزن؟ هحط رقم 1 سميزرين، هحط رقم 2 سترايكنج فايبرز، هحط رقم 3 طبعا ريتشل جاك اند اشلي 2. بس بالمجمل كده كسيزن خالف التوقعات. كنت متوقع طبعا خاصة ان انتوا رجعتوا ان انتوا تعملوا 3 حلقات بس، فكنت متخيل ان 3 حلقات دول يعني بكل بقى الدنيا وما فيه. خلف التوقعات بس كنت زهقان. لا اتضايقت، اتضايقت ان بلاك ميرور ما كانش بالقوه دي. بمعنى ان سميزرين مثلا وسترايكنج فايبرز ممكن يتقارنوا باي حلقه من الحلقات بتاعت بلاك ميرور اللي هم بيبقوا في النص دول. بس من الاخر كده تقييم السيزن ده هو 7 من 10، وانا زودت 1 كده من عندي عشان بس بحب بلاك ميرور كده. طبعا انا اتمنى ان لكاسا دي بابيل يبقى التوقعات بقى عاليه، ده برلين رجع والدنيا خربانه. فاضل شهر، شهر يا بني ادمين. وبيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو. لو كنت اتفرجت على سيزون 5 سيب لي رايك تحت في الكومنتات وقول لي ايه رايك. كمان ما تنساش تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه واعمل جرس التنبيهات. افضل اقولها زي كل مره، لسه قدامنا كتير. واحلى مسا عليكم.